إذن نحن متواصلون وإياكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة والمستمرة من قناة الميادين، نواكب وإياكم حركة الاحتجاجات الطلابية المستمرة في عدد من الجامعات الأمريكية والتي امتدت إلى دول غربية أخرى. يوم بعد يوم تتوسع على امتداد جغرافيا حقيقة الولايات المتحدة، وفي خارجها أيضا هذه الاحتجاجات للطلاب الجامعيين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة بوقف إطلاق النار وقطع العلاقات مع إسرائيل. وهناك حملة اعتقالات وتهديدات تطال العديد من الطلاب وأيضا الأساتذة الجامعيين. أكثر من 10 أيام وموجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية مستمرة، فيما تحاول الإدارات التعامل مع المتظاهرين وسط اعتقال الشرطة للمئات. وهناك خطاب سياسي أيضا يشيطن هذا الحراك، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تعامل إعلامي يتوخى نفس الأداء بالتعاطي مع هذا الحراك الذي بدأ بالتجاهل ووصل إلى مرحلة الشيطنة، لا سيما ما بعد الإجراءات التي اتخذت بحق طلاب جامعة كولومبيا، ومن ثم امتدت واتسعت الشرارة أشبه إلى ثورة حقيقة في الجامعات الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية مركزا وعدد من الدول الغربية. إذا هي ساعة جديدة نواكب فيها في هذه التغطية في أكثر من مكان، في أكثر من صورة من العاصمة الفرنسية باريس. نحن نتحدث عن كلية العلوم السياسية في باريس وهذه التحركات في الولايات المتحدة الأمريكية. زميلنا محمد كريم أيضا موجود في إحدى الساحات وداخل إحدى الجامعات يواكب نبض هذه التحركات الذي يشتد ويزداد غليانا. موفد الميادين إلى باريس الزميل عماد خياط أيضا يبقى معنا في هذه الساعة. سنذهب مباشرة إلى الزميل محمد كريم. محمد، ترسم لنا خارطة هذه الاحتجاجات، كيف بدأت وأين وصلت؟ أبرز السمة، ما يميزها اليوم؟ بالفعل راميا، هذه الاحتجاجات التي انطلقت منذ أيام والتي بدأت منذ في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك سرعان ما تسارعت واتسعت رقعتها لتشمل الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة، مرورا بالغرب الأوسط لتشمل العديد من الجامعات الأمريكية المرموقة في الولايات المتحدة، وبالتالي آخرها لربما هي ونحن نقف الآن في جامعة جورج واشنطن بقلب العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي كما تلاحظين خيم الاعتصامات هي ما تزال قائمة بالرغم من محاولات إدارة الجامعة بفض هذا الاعتصام منذ ليلة أمس، ولكن يبدو أن هنالك قضية واضحة لدى هؤلاء المعتصمين الطلاب الذين يطالبون بعدة مطالب، وعلى رأسها بدون أدنى شك هي وقف إطلاق النار فورا في غزة، وأيضا وقف ما يصفونها بالإبادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين وبدعم مباشر ومطلق وغير مشروط من قبل الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن على وجه التحديد. الأمر الآخر الذي طرأ على سقف مطالب هؤلاء المعتصمين هو مسألة المتعلقة بقطع كل العلاقات التي تربط الجامعات الأمريكية ومنها جامعة جورج واشنطن مع إسرائيل. القطع العلاقات لا يقتصر فقط على العلاقات الأكاديمية والتعاون التعليمي ما بين الجانبين، بل حتى على المستوى الاستثمارات. هنالك ملايين الدولارات التي تستثمرها الجامعات الأمريكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي هم يطالبون قطع هذه العلاقات وأيضا قطع العلاقات مع الشركات الأمريكية المتعاونة مع إسرائيل. وبالتالي هم يعدون هذه الجامعات بأنها متواطئة إلى حد كبير مع الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين خصوصا في غزة. وبالتالي هنالك جرت محاولات ليلة أمس هنا في هذه الساحة بفضل هذه الاعتصامات، ولكن يبدو أنها فشلت إلى حد كبير. وبالتالي الذي ما حدا بالإدارة إدارة الجامعة جورج واشنطن بمحاصرة كما ترين الآن، محاصرة هذه الخيم، وبالتالي أي شخص يخرج من هذه الخيم لا يمكنه العودة. وهنا سأحاول أن أدير لك الكاميرا بعض الشيء لكي تشاهدي كيف أن المشهد هو هكذا الآن يجري الآن في هذا السياج الذي تم نصبه، يمنع مرور أي شخص.
ويمنع فقط يسمح لمن يخرج بالخروج من هنا. وبالتالي هؤلاء هم بمثابة طلاب معتصمون محاصرون في الوقت ذاته ويرفضون الخروج. ومن هنا سأريك صورة أخرى لربما مشهد مؤثر إلى حد كبير، وهو الدعم الذي كما تشاهديه الآن هو دعم من طلبة الجامعات في العاصمة الأمريكية واشنطن. وهذا الدعم هو لا يقتصر على الجامعات في واشنطن بل في ضواحي العاصمة واشنطن في ولايتي تحديدا ولايتي فيرجينيا وأيضا ميريلاند. وبالتالي هذه الاحتجاجات التي الآن هي الداعمة للاعتصام الموجود في باحة جامعة جورج واشنطن، هو مؤيد لهذه التحركات، وبالتالي هي محاولة لإعطاء زخم ودعم معنوي لهؤلاء الطلبة الذين هم معتصمون منذ صباح يوم أمس وحتى الآن، ويبدو أن استمرارهم في هذا الاعتصام هو قائم في ظل لربما عدم توصل جزاء القول إلى لربما حلول أو مفاوضات قد تفضي إلى تلبية مطالبهم، والتي تعتبرها إدارة الجامعة أن هذا التواجد في هذه الساحة ويخالف هذه السياسة. وبالتالي فقط يعني لا يمكن للكاميرا أن نظهر لربما الساحات الأخرى، تم إغلاق كل الساحات في جامعة جورج واشنطن لمنع حصول أو انتشار الاعتصامات في أركان أخرى من هذا المجمع لجامعة جورج واشنطن هنا في العاصمة واشنطن. والنقطة الأخيرة لربما أمتار فقط قليلة تفصل هؤلاء المعتصمين رامية عن مقر الإدارة الأمريكية البيت الأبيض، وهذه نقطة مهمة يجب أن تذكر. إذن أصوات هؤلاء المحتجين تصل إلى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، قرب هذه الجامعات من المراكز صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. إشارة أيضا نوضحها لما تفضلت بطرح زميلنا محمد كريم، أن إدارات الجامعات التي تحوي فيها احتجاجات واعتصامات أنشأت حواجز معدنية أحاطت فيها حرم الجامعة ومنعت الدخول حتى بالنسبة لوسائل الإعلام تحت عناوين متعددة منعا للتغطية الإعلامية في داخل الحرم ودخول أي أحد خلى طلاب الجامعة الذين هم في الداخل، وهناك ربما في بعض الجامعات محاولات لعمليات أمنية لفض تلك الاعتصامات، وهذا ربما سيكون تحولا على مستوى هذه التحركات، لأنه كانت الشرارة التعامل الأمني القاسي القمعي الذي تعرض له الطلاب وأساتذة الجامعة جامعة كولومبيا. اليوم نحن أمام تحول كبير، لأنه الخصم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الذي لطالما كان من الخارج وتتهمه بمعاداة الديمقراطية ومعاداة القيم الغربية، هذا الخصم اليوم من صميم الغرب بل من صفوة نخبه، لا سيما عندما يتحدث عن الجامعات الأمريكية وما تمثله، وهذا ينسحب أيضا على الجامعات الغربية وموقعها كمقياس لحضارة الغرب. إذن نحن أمام تحرك كبير له دلالاته، وربما يذكرنا في تحرك 68 من القرن الماضي بين التحركات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية رفضا لحرب فيتنام، وصولا إلى التحركات التي اشتعلت وغيرت ربما وجه أوروبا أو الغرب في باريس. هنا أسألك في التقييم زميلنا عماد خياط، كيف تنظر لهذه التحركات في باريس التي خرج فيها الطلاب استمرارا فيما كانوا يخرجون إليه دعما لغزة مطالبة بوقف إطلاق النار وتلبية لنداء واحتجاجا على طريقة التعامل الأمني القمعي التي قامت بها السلطات الأمريكية مع الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة؟ تحياتي رامية. حتى الآن من الواضح أن السلطات الفرنسية تتعامل ربما بروية وهدوء مع المعتصمين، لكن هناك معلومات أفادت هذا المساء عن وجود أيضا مناصرين مناهضين للمعتصمين، يعني جاءوا يرفعون علامة نسائية وأيضا يطالبون تحت شعار حرروا الجامعة العلوم السياسية، ويطلقون شعارات ما دعا رجال الأمن الفرنسيين الذين كانوا موجودين إلى الفصل بينهما حتى لا تقع هناك مشاكل. ولكن أظن أن الفرنسيين أو السلطات الفرنسية لن تذهب إلى نفس التوجه الذي اعتمدته السلطات الأمريكية من خلال الاعتماد على منطق القوة في التعامل مع المحتجين والمتظاهرين، لأن ربما الوضع في فرنسا وفي أوروبا يختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية. هنا الشبكة التواصل عبر الوسائط الإعلامية قوي جدا، يعني التواصل شبكات التواصل الاجتماعي قوية جدا ومؤثرة، وهي ربما تضخ معلومات وأخبار لكل الناس. إذا ما جرى التعامل ربما مع الطلاب بقوة
الآن حسب المعلومات التي وردت قبل قليل، هناك أنباء عن بدء إخلاء شارع سيد يوم المحيط بمبنى جامعة العلوم السياسية بهدوء وروية كما قلت. ربما هناك تواصل، لكن هناك المعتصمون الموجودون داخله حتى الآن لا تحرك على مستوى الجامعات الأخرى، ولكن هذا قد ينتشر أو يتوسع إذا ما استمر الاعتصام حتى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل هناك أيضا بعض الجامعات التي ستجري امتحانات، وبالتالي هذا قد يدفع إلى إرجائها وإلى يعني نوع من اللخبطة على مستوى العام الجامعي. فرنسا لا تريد الدخول في هذا المعطى، ولا تريد أن توجه أيضا حتى تتذكر أنها ستستقبل الألعاب الأولمبية بعد فترة، لا تريد مشاكل ولا تريد صدمات. من هنا أعتقد أن التعامل سيكون حتى الآن يعني هادئا ربما وعقلانيا مع هؤلاء المعتصمين الذين يقدمون مطالب عادلة معروفة ليست بجديدة، لكن علينا أن ننتظر ما الذي سيجري خلال الساعات المقبلة، خصوصا أن هناك أمرا صدر عن مفوض الشرطة في باريس بضرورة حفظ النظام العام ومنع إعاقة الحركة، وبالتالي يعني ربما هناك قرار بالإخلاء ولكن الشكل الذي يمكن أن يتم اعتماده غير معروف حتى الساعة. نعم، نحن إذن أمام مشهد متحول قد يفتح على الكثير أن تصل هذه الاحتجاجات إلى هذا المستوى إلى الجامعات الغربية انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية وعديد العواصم الأوروبية. هذا له دلالة عندما يعلو الصوت مطالبا بوقف إطلاق النار، إدانة للجرائم والإبادة المستمرة في قطاع غزة، مطالبة بوقف التعامل مع إسرائيل على المستوى الأكاديمي، قطع العلاقة أو حتى كل الاستثمارات التي تربط بشركات إسرائيلية لا سيما تلك المرتبطة بالسلاح. هذه عناوين كبيرة أن تخرج من الجامعات الغربية. سنعود مجددا إلى زميلنا محمد كريم فيما ختمت رسالتك وفي هذه التغطية المستمرة. محمد، كنت أشرت إلى قرب تلك الجامعات من مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في العاصمة واشنطن. أين وصل الصوت السياسي الأمريكي في تشخيص ما يجري في هذه الجامعات؟ هل ابتعد عن الشيطنة والاتهام بين الارتهام للخارج أو معاداة السامية وما إلى ذلك؟ لا يبدو هكذا هو المشهد السياسي حتى الآن على أقل تقدير رامي، ونحن نتذكر ما حصل قبل نحو يومين فقط عندما ذهب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى جامعة كولومبيا وهاجم الطلبة من هناك، وبالتالي والآن اسمح لي أن يعني تسمعوا بعض الآن بعض الهتافات. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!
في ما تصدح به حناجر الطلاب الأمريكيين في تحدي للإجراءات الأمنية والقمعية التي تعرضوا لها جامعة أريزونا. تلك المشاهد التي نعرضها، هذه مشاهد لطالما قالت الولايات المتحدة الأمريكية وعابت على من تصنفهم على أنهم حكومات دكتاتورية بأنهم يحاولون كم الأفواه. هذه الممارسات الآن نشاهدها تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية كما لأفواه طلاب الجامعة. لماذا تحرك طلاب الجامعات مهم؟ لأنه ليس فقط هي النخبة والصفوة، وهذا صحيح، لكن القادة السياسيين يتخرجون من هذه الجامعات. جامعة كولومبيا خرجت الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جامعة ييل خرجت الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وبالتالي هناك ضخ لملايين الدولارات من المانحين والمستثمرين لإخراج قادة سياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية مؤيدين لإسرائيل. هذا تحول كبير على مدى عقود من خلق السردية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية في داخل تلك الجامعات، ونحن أمام ربما يكون تحول كبير لهذه السردية في داخل أكثر دولة وأكبر دولة داعمة لإسرائيل وسرديتها وزرعها في وطننا العربي. إذا نحن أمام مشهد كبير قد يحمل تحولات كبيرة يعول عليه. وبالتالي بالعودة إلى زميلنا محمد كريم، مع الإشارة إلى أننا ينضم إلينا زميلنا قاسم عز الدين موفد الميادين إلى باريس، ونشكر زميلنا عماد خياط أيضا موفد الميادين إلى باريس كان معنا من العاصمة الفرنسية. كنت تشير لطريقة الخطاب بالنسبة السياسي للسياسيين الأمريكيين، كان الصوت عاليا، مجلس النواب رئيسه وصف هذه التحركات بالإرهاب وبمعاداة السامية، وكانت الكلمات بالاتهامات قاسية جدا. محمد، بالفعل هذه هي اتهامات التي صدرت لربما من أكثر من مسؤول أمريكي، وحتى الإعلام الأمريكي الذي ما يزال يمضي في محاولة تشويه هذه التظاهرات بالرغم من أنها واضحة في شعاراتها كما تستمعين معي رامية. هي فقط هي الآن وهي شعارات تطالب بدون أدنى شك بمسألة الحرية، وهي المناداة الرسمية لهذه الشعارات الحرية لفلسطين، وأيضا بضرورة أن تستمر هذه التحركات حتى تحقيق المطالب بإنهاء أهمها طبعا إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل فيما يعتصفونه بحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وبالتالي الحراك أخذ يتسع أكثر فأكثر في هذه اللحظات كما تشاهدين رامية. وبالتالي هم الآن يقولون لا عدالة من دون سلام، وهذا ربما الشعار الآخر الظاهر في هذه الهتافات التي ما تزال مستمرة في هذه اللحظات أمام خيم الاعتصامات في جامعة جورج واشنطن بقلب العاصمة الأمريكية واشنطن. إذن رامي كما تلاحظين هذه هي ربما هذا الزخم الذي الآن تستمده هذه الاحتجاجات من مختلف الطلبة، ليس فقط من جورج واشنطن بل الجامعات الأخرى والتي تنادي الآن بالحرية لفلسطين كما تستمعين في هذه الشعارات. نشير للعاجل على شاشة الميادين زعيم حزب حركة فرنسا غير الخاضعة جان لوك ميلانشون، يجب علينا حماية طلاب معهد العلوم السياسية من العنف الذي يهددون به. إذا هذا الموقف، وكنا نشاهد الصور مباشرة من معهد العلوم السياسية في باريس في التجمعات التي كنا نرصدها. وهنا نسأل زميلنا قاسم عز الدين عن أهمية ودلالة أن نسمع مثل هكذا تحذيرات يطلقها جان لوك ميلانشون من ضرورة حماية الطلاب الذين
يخرجون تظاهرا في معهد العلوم السياسية وبأن هناك عنف يهددون به. مساء الخير لك رامية وللزملاء ولمشاهدي الميادين. الحقيقة هنا نحن في هذه اللحظة نعيش على تحول ممكن أن يؤدي إلى تطورات كبيرة، ابتداء من سيونس بو يعني معهد العلوم السياسية. أولا الطلاب في هذا المعهد هم ينسقون وينقلون التجربة وخلاصات الدروس في الولايات المتحدة وخاصة في جامعة كولومبيا وهارفارد. هم مهتمون بهذا الأمر ويحاولون أن يلتحقوا في الركب، ليس على مستوى فرنسا إنما على مستوى الأصداء الكبرى التي تؤدي إليها هذه الثورة الطلابية في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية. ومنذ حوالي 3 أيام استشعرت الحكومة الفرنسية على لسان رئيس الحكومة وعلى لسان حتى وزير الأمن والشرطة، محافظات الشرطة استشعرت خطورة إمكانية امتداد هذا المد الطلابي الثوري في الدول الغربية وخاصة في فرنسا. أولا لأن فرنسا تتهيأ إلى احتفالات كبرى في الألعاب الأولمبية وتتهيأ أيضا إلى الانتخابات البلدية الانتخابات الأوروبية، والحكومة تعول على هذين الحدثين. أولا نهضة اقتصادية كبرى بالنسبة لعائدات الألعاب الأولمبية، ونهضة سياسية بالنسبة للانتخابات الأوروبية. هي تخشى من أن يؤدي امتداد هذا المد الطلابي الثوري في فرنسا إلى إعاقة كل هذه المشاريع التي تراهن عليها الحكومة الفرنسية، نعم. وخاصة الرئاسة ورئيس الحكومة. لذلك منذ 3 أيام حاولت بشتى السبل وخاصة في التحريض السياسي على طلاب معهد العلوم السياسية، لأن هذا المعهد له دلالة خاصة في فرنسا، هو كما قلتم هو يخرج كوادر الدولة وكوادر السياسة والطبقة السياسية والنخبة السياسية، وهذا يعني مخيف جدا للطبقة السياسية الحالية التي تعتبر أن إمكانية خرق كل الرؤية السياسية والرؤية الإيديولوجية للطبقة الحاكمة في أوروبا وفي فرنسا ممكن أن يهددها بمخاطر كبيرة، خاصة أن الأزمات التي تعيشها أوروبا وتعيشها فرنسا هي تحتاج إلى برميل بارود، والبرميل البارود مهيأ يعني أو يمكن أن يكون مهيأ، وهذا ما تخشى منه الحكومة الفرنسية. مسألة ثانية وهي الأهم، أننا في الأسبوع المقبل يعني ابتداء من أول الشهر هو أول مايو أول أيار عيد العمال، وفي هذه المناسبة تستعد كل الفئات الاجتماعية خاصة النقابات والطلاب على مستوى فرنسا، وأيضا الحقوقيون وكل المناهضين للعنصرية والمناهضين للرأسمالية يستعدون إلى أيام يومين أو 3 طويلة، نعم. وحملات سياسية موجهة لنصرة غزة، نعم. بما عنا مسألة الطلاب ومعهد العلوم السياسية، نعم. هو يضع إصبعه على الجرح. أولا أن الاتهامات التي وجهت إلى الطلاب في هذا المعهد تقول على لسان يعني الاتحاد الطلاب اليهودي وعلى لسان مرشحين من يسار الصهيونية وعلى لسان سياسيين وحتى معلقين، يتهمونهم بأنهم ينقلون الصراع من الشرق الأوسط إلى فرنسا. هم بهذا المعنى يعتبرونهم خارجين أو أنهم يعني يحملون أصوات لا تعج فيها فرنسا، ويعتبرون أن فرنسا بمنأى عن كل هذه الصراعات، هي لا تتدخل وهي بالعكس
تدعو إلى التهدئة وتدعو، وسمعنا يعني. سأعود إليك زميلنا قاسم، نشرك معنا أيضا في هذه التغطية. صحيح، في عملية شيطنة. سنشرك معنا سيد رامي شعث المحلل السياسي معنا من باريس، سيما وأنه من ضمن الاتهامات التي تساق في معاداة للسامية، واللافت أن عددا كبيرا من اليهود يشارك في هذه الاحتجاجات، وكان بارزا تلك المشاركة كانت بارزة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. في التقييم والتشخيص بعد الترحيب بك سيد رامي شعث، ما الذي يمكن أن نضعه من تشخيص وتقييم لهذا المشهد الطلابي بمركزية التحركات في الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى العواصم الغربية التي نشاهدها لا سيما باريس؟ بلا شك حراك الطلاب عبر التاريخ، ومش فقط في فرنسا أو الولايات المتحدة، هو نبض الشارع، هو بالخير التجمع القادر على الحراك، التجمع الراغب في الحراك، وهو معبر عن شعور متولد في فرنسا، مش فقط بالظلم تجاه القضية الفلسطينية، ومش فقط بالكذب المستمر عليه وتشويه الحقائق، بس كمان باستخدامه كأداة لقمع الآخرين، وأداة تستخدم وقمعه شخصا عندما أراد الحراك. في خلال الست أشهر الماضيين فرنسا حصل فيها العديد من الاعتقالات، يمكن 700 اعتقال بأواضي غير حقيقية، صار فيها تهديد لأحزاب بغلقها في دعم فلسطين. هذا كله عم بيولد غضب داخل فرنسا من هذا القمع، وبالذات لما تأتي القصة للقضية الفلسطينية. اليوم جامعة ساينس بو في باريس بدأت أول امبارح، وتم ضرب الاعتصام بقوة الشرطة وبعنف شديد، رجع الاعتصام اليوم استمر، هناك الآلاف خارج الاعتصام أتوا لدعم الطلاب موجودين في الخارج، منهم نواب برلمان، ومنهم سياسيين، ومنهم أعضاء من المجتمع بكل أشكاله. بس خليني أقول لك كمان، اليوم جامعة لوهافر بدأت بلوك تم إغلاقها وفيها اعتصام في الداخل، جامعة نانسي بدأت، ديجون، بوتيه، سان جيرمان أولي، ليون، بوردو، وهناك العديد من الجامعات اللي هتبدأ إضرابات ما بين الليلة وما بين ليلة 30 إبريل في انتظار اجتماع لاتحاد الطلاب لإقرار بدء الإضراب. المطالبات واحدة عبر الجميع، فهي وقف الإبادة واستخدام الإبادة مقصود، لأنه جزء من الكذب والتشويه على ما يحدث في فلسطين، اعتبارها حرب، اعتبارها حرب ما بين إسرائيل وحماس. إصرار هذا المجتمع على تسميتها إبادة وهي التسمية الحقيقية، هو فيه اتهام وفيه نزع لشرعية إسرائيل للمرة الأخيرة في هذه المجتمعات. المطالبة بوقف التعامل مع الجامعات الإسرائيلية علميا، المطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات في الوقوف الأموال الجامعات، المطالبة بإنهاء العقوبات تجاه الطلاب المشاركين في المظاهرات لفلسطين والمشاركين في دعم القضية الفلسطينية. الحراك مهم، الحراك معبر عن طبقة متعلمة، ولكن معبر عن نبض شارع غربي يتنامى ويتزاود رفضا لهذه الإبادة. نعم، ونحن نرصد منذ 7 أكتوبر صعودا مع الإبادة الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة والمجاعة، رأيا عاما عالميا يعني يشخص إسرائيل دولة احتلال ودولة إجرام، يدفع لمطالبة بوقف إطلاق نار. لكن أن نرى مركزية التحركات بهذا الشكل الكبير، مستوى ثورة طلابية، نريد أن نعرف أيضا الخصائص والدلالات. وهنا نشرك معنا دكتور سنان شقديح، عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية من شيكاغو. مرحبا بكم دكتور سنان شقديح. نريد أن نعرف في أهمية هذه التحركات، هل نحن أمام شرخ حقيقي بين جيل جديد في الولايات المتحدة الأمريكية وآخر قديم؟ أن نرى التحركات هذه والقمع الأمني الواسع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في بلد في بنده الأول بالدستور حق حرية التعبير. نعم تماما، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. تماما كما قلت، هناك شرخ عرضي الآن بين جيلين، جيل الشباب والجيل الآخر، وهذا ما تكشف عنه أرقام استطلاعات الرأي العام. أيضا هناك شرخ آخر واضح تماما
بين موقف المستوى التنفيذي وهو موقف الحكومة الأمريكية والمستوى التشريعي وهو الكونغرس والموقف الرأي العام الأمريكي. الموقف فعليا إسرائيل أو اللوبي الصهيوني المتطرف يسيطر بشكل شبه مطلق على الكونغرس. نحن نتحدث عن امتلاكه لأصوات جميع وأغلبية أعضاء الحزب الجمهوري وأكثر من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وهذا على مستوى الكونغرس. على مستوى الإدارة، الإدارة تترنح الآن بين موقفها الصهيوني وبين الضغوط التي تمارس عليها من الشارع، وأيضا مع تصاعد احتمالية عدم إعادة انتخاب بايدن، على ضوء أن قضية غزة والصراع الذي يجري في غزة لم يعد ملف علاقات خارجية مثل ملف أوكرانيا، وإنما قضية داخلية أمريكية بدأت تتشابك فروعها. هذه الانقسامات تعزز حقيقة أن هناك ثورة طلابية لها خلفياتها ولها نماذج ناجحة، نفس هذه الثورة وبنفس شعاراتها كانت في الستينات من القرن الماضي في جامعات، في نفس جامعة كولومبيا بالمناسبة، ورفعت نفس الشعار وهو المناطق المحررة، وأيضا في نهاية الثمانينات في جامعة كولومبيا عندما تصدى الطلبة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ونجحوا في خلق رأي ونجحوا في قلب الموقف التشريعي والتنفيذي في الولايات المتحدة. فنحن إذن أمام مقدمات ثورة طلابية حقيقية يقودها أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، وفي طليعتها منظمة طلابية فلسطينية هي منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، التي تمتلك نحو 200 منظمة في 200 جامعة مختلفة. هذه الفعاليات المخيمات الآن وصلت في اليوم الجمعة، كنا نتوقع أن تصل إلى 40 مخيما، الآن هناك أقيم نحو 50 مخيما وأكثر في أكثر من 50 جامعة وكلية، وخلال الأسبوع الماضي هذا العدد سيزداد. هناك جامعات أخرى ستبدأ يوم الاثنين، ومنها جامعات رئيسية كبرى في مدينتي شيكاغو وويسكونسن. نحن نتابع إذن هذه الصور من العاصمة الأمريكية واشنطن استمرارا للتحركات الطلابية في الجامعات، واستمرار قمع وترهيب أيضا السلطات الأمنية الأمريكية، وهذا الترهيب طال حتى رؤساء الجامعات وهددوا أيضا بوظائفهم، وحتى الآن بلغ عدد الاعتقالات 500 بين طلاب ومدرسين في الجامعات الأمريكية تلك التي تشهد هذه الاحتجاجات، ووصلت إلى أكثر من 40 جامعة بعد أن بدأت في تحركات قمعت في جامعة كولومبيا. هناك ثلاثية في الجامعات الأمريكية، المانحين الداعمين والمستثمرين عادة ما يكونون من المؤيدين لإسرائيل ويتغلغلون في تلك الجامعات لصناعة قيادات سياسية أمريكية تخدم إسرائيل، وحتى في بعض الأحيان تكون متماهية مع إسرائيل أكثر من أنها يعني تدين بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية. سنعود لزميلنا محمد كريم، نقف عند آخر التطورات المشهد حيث أنت، وماذا عن الرأي العام الأمريكي، كيف يتفاعل مع هذه التحركات ومطالبها؟ يعني يمكن اختصار الرأي العام الأمريكي رامية من خلال دعم الأهالي الذين يقطنون في المنطقة المحيطة لجامعة جورج واشنطن لهذه الاعتصامات. يعني حتى هم كانوا من الرافضين لمحاولات إدارة الجامعة بفض هذا الاعتصام بالقوة، وبالتالي الرأي العام الأمريكي، هذه التظاهرات هي متجسد بطبيعة الحال الرأي العام الأمريكي وفقا حتى
حتى استطلاعات الرأي التي أظهرت أن أكثر من 60% من الأمريكيين هم يطالبون بإدارة بايدن بالضغط بهدف وقف إطلاق النار فورا في غزة. وبالتالي هذه الشريحة المهمة جدا في الولايات المتحدة وهو شريحة الطلاب هي الشريحة التي تمثل شريحة الجيل القادم الذي سيحكم الولايات المتحدة والذي يتخرج من هذه الجامعات، هو يعد مؤشرا واضحا على تبدل المزاج الأمريكي، مزاج الشعبي الأمريكي هنا في الولايات المتحدة لجهة القضية الفلسطينية، بالرغم من محاولات الإدارة الأمريكية والإدارات المتعاقبة إنجاز القول، وبالإضافة إلى محاولات الكونغرس وأعضاء الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ إلى تشويه هذه المسألة والقضية الفلسطينية، وأيضا بتواطؤ واضح من الإعلام الأمريكي، إلا أن الرأي العام يبدو أنه الآن يبدو ما يزال يخالف هذه السردية وماض وبقوة بمسألة هذه الاحتجاجات اليوم. الجامعات بالأمس كما تتذكرين رايمة كانت الاحتجاجات للقطاع العمال ونقابات العمال في مختلف الولايات الأمريكية، ومن قبلها أيضا حتى احتجاجات لدى موظفين في الخارجية الأمريكية وفي البيت الأبيض، وحتى أعضاء في موظفين في الكونغرس الأمريكي الذين أقاموا وقفات احتجاجية واعتصامات، ووصلت بعضها إلى حد تقديم الاستقالات. وبالتالي اليوم هذه التظاهرات هي تعبر عن حقيقة الموقف الأمريكي الشعبي إنجاز القول، والذي سيكون بدون أدنى شك موقفا مؤثرا بالرغم من استمرار محاولات قمع هذه الاحتجاجات وقمع هذه التظاهرات بالاعتقالات المستمرة التي طالت مختلف أو طالت مئات الطلبة من الجامعات الأمريكية التي وصلت حد تتجاوز الأرقام أكثر من 500 طالب معتقل وأستاذ جامعي. وهذه نقطة مهمة أيضا أن الاعتقالات لم تكن فقط مقتصرة على الطلاب بل حتى على أساتذة الجامعات، وهذا يعد مؤشرا خطيرا. وبالتالي المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة تدرك خطورة هذا المشهد، هي حاولت في البداية شيطنة هذه التظاهرات وإلساقها تهمة بأنها تعادي السامية وأنها تمثل تحركات مهددة لحياة الطلبة من الجالية اليهودية، ولكن هذا لم يكن في حقيقة الأمر واقع حال، كون أن هذه الاحتجاجات أساسا هي انطلقت أيضا من أبناء الجالية اليهودية الذين حتى هنا في جامعة جورج واشنطن من بين المشاركين في مخيم الاعتصام رامية هم من اليهود، من الطلبة اليهود. الأمر الآخر، لم تسجل حتى الآن أي شكوى لدى الأجهزة الأمنية بأن هنالك أي طالب يهودي أو من أي أقلية أخرى قد تعرض للتهديد من هذه التظاهرات، بل على العكس هي تظاهرة سلمية بامتياز وتحمل فقط شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وتطالب بوقف إطلاق النار على غزة في غزة عفوا، وحتى أيضا التي امتدت في مطالباتها إلى ضرورة إلغاء القرارات التي وصفوها بالقاسية التي اتخذت بحق الطلبة المنظمين لهذه الاحتجاجات من خلال طردهم من الجامعات، وطالبوا إدارات الجامعات بإعادة النظر بهذه القرارات، بالإضافة إلى المطالبات الأخرى، المطالبة بقطع كل العلاقات التي تربط الجامعات الأمريكية مع الشركات الإسرائيلية والشركات الأمريكية التي أيضا ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل. ونشير أيضا إلى هذه الصور كما أشرت، وأنت موجود زميلنا محمد كريم في جامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكلية العلوم السياسية في باريس، ومفد الميادين إلى باريس زميلنا عماد خياط أيضا ينقل أنه في تجمع في منطقة سان جيرمان القريبة من جامعة السوربون لمناصري فلسطين، الشرطة طوقت المكان وتعمل على إخراجهم ودفعهم إلى المغادرة. إذن هذه ضمن التحركات والتفاعلات التي نراها حتى في العاصمة الفرنسية باريس. نشرك معنا دكتور جمال وكيم. دكتور جمال، تعليقك على هذه الصور، تجري لنا مقاربة بين الجامعات الأمريكية الجامعات الغربية وخواء يعني غريب بالنسبة للتحركات على المستوى الشارع العربي، لا سيما جامعات العواصم العربية العريقة والمعروفة أنها كانت نقطة إشعاع وحتى تحرير وتحريك وتحويل على المستوى السياسي في العديد من الدول العربية. يعني مساء الخير أولا. فيما يتعلق بهذه التظاهرات في الولايات المتحدة، أولا
هذه التظاهرات قد تكون القضية الفلسطينية هي التي أشعلت شرارتها، ولكنها تأتي بين الطلبة الأمريكيين احتجاجا على جملة أو تعبير عن أزمة عميقة في المجتمع الأمريكي تفجرت الآن بسبب العامل المباشر وهو القضية الفلسطينية. وبالتالي يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى المسألة، نعم ألو ألو دكتور أنت على الهواء تفضل. من ناحية أخرى يعني ليس صحيحا أن الطلاب العرب منكفئون. يعني طبعا إذا أخذنا موضوع لبنان، يعني من يقاتل في الجنوب هم جزء من الطلاب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني الشباب اللي عم بيقاتلوا بالجنوب وبيستشهدوا هودي جزء من طلاب لبنان أيضا. من يتظاهرون في الأردن هم جزء من الطلاب الأردنيين، أو يعني الطلاب الأردنيون يتظاهرون هنالك. يعني المشكلة في الأنظمة العربية أو في البلدان العربية هي حالة القمع التي مورست ضد الجسم الطلابي وضد المجتمعات العربية، هذا من ناحية. وأيضا حالة الخيبة التي والريبة التي سادت العالم العربي خصوصا في ظل ما يسمى بالربيع العربي ودخول قوى إلى التظاهرات، حرفت هذه التظاهرات عن أهدافها، يعني التظاهرات اندلعت. لذلك يعني مجمل هذه الأمور تجعلنا لا نشهد مشهدا شبيها بالمشهد الذي نراه الآن. لكن لا يعفي دكتور جمال وأكيم أيضا الطلاب الجامعيين والنخب ولا سيما الأكاديميين والأساتذة الجامعيين من أن ينظموا تحركات. صحيح بأن الشباب الذين يقاتلوا في جبهة جنوب لبنان هم شباب يعني من النخبة الأكاديميين والجامعيين، هذا نعم. موضوع، لكن حتى بالنسبة لمن يتظاهرون في الساحات موضوع آخر. ما الذي يمنع أن نرى في حرم الجامعات تحركات والقمع الذي نشاهده وتمارسه السلطات الأمنية الأمريكية قد يكون أقصى، ليس فقط على مستوى العنف وحتى على مستوى العقوبات التي ستلحق كل طالب وأستاذ جامعة تطال يعني مستقبله الأكاديمي والوظيفي وما إلى ذلك بتهم ترتقي إلى الإرهاب. نعم، ولكن رغم كل ذلك تبقى الأوضاع في الولايات المتحدة مختلفة عن الأوضاع في الدول العربية. يعني حالة القمع التي نعاني منها في مجتمعاتنا أكبر بكثير من تلك التي تعاني منها يعاني منها المجتمع في الولايات المتحدة. بالنهاية في الولايات المتحدة هنالك قانون أقله بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، نحن ليس هنالك قانون يطبق ويحمي الناس. فبالتالي هنالك فارق كبير. عدا عن ذلك هنالك سيطرة من أجهزة السلطة بمختلف دوائرها على الحياة الطالبية. يعني إذا أخذنا مثلا في لبنان كان هنالك حركة طلابية ناشطة في التسعينات من القرن الماضي. لماذا انتهت هذه الحركة الطلابية؟ لأنها يعني هنالك مصادرة للحياة الطلابية من قبل أحزاب السلطة في لبنان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هنالك أيضا يعني كان هنالك حراك في العام 2019 في الشارع، كان الطلاب جزء منه، ولكن بنتيجة دخول قوى مشبوهة على هذه الحركات هذا الذي يجعل مثلا الكثير من الطلاب يتشككون من القيام بأي حركة. يعني هم بحاجة لوقت لينظموا أنفسهم. فبالتالي أنا ضد مسألة جلد النفس. يعني بالنهاية المجتمعات العربية رغم كل ما يمارس ضدها من قمع ولكنها تقوم طيب دكتور والله يمكن وأنا أفهمك، لكننا كأننا نريح يعني شريحة واسعة أقل على المستوى الإنساني أن تتفزها هذه المظاهر وأن تخرج وتتحرك، ومن أسقط أعطى الأنظمة وفي قبضة فولاذية أمنية في الثورات يفترض أن لا يخشى الآن. لا لا اسمحي لي شوي. يعني اللي في فرق كبير بين اللي عم بيروح يستشهد بالجنوب مثلا وبين اللي عم يتظاهر بالولايات المتحدة. مثل ما قلت لك أنه التظاهرات بالولايات المتحدة أنا لا أقلل من شأنها، ولكن الآن هي ترفع شعار فلسطين، ولكن أسبابها متشعبة وكثيرة جدا. أيوة. يعني قضية فلسطين هي الشرارة التي أشعلتها، ولكن هنالك قضايا كثيرة جدا تؤدي بالشباب الأمريكي إلى الاحتقان وقضايا محلية كذلك. واضح. الأمر هي مرتبطة
بمسألة ضرب الحياة السياسية في الغرب. شكرا جزيلا للمرحلة الأخيرة يعني بالعقود الثلاثة الماضية ومصادراتها من قبل الأوليغارشية، وهذا الذي يجعلنا نرى تراجعا في عمل الأحزاب اليسارية مثلا في الغرب بشكل عام. شكرا جزيلا لك دكتور جمال وكيم أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، شكرا لك على المشاركة. إذا كنت تسمعني سأنتقل إليك، أطلنا عليك سيد رامي شعث من باريس، ماذا بعد يمكن أن نستشرف انطلاقا مما وصلنا؟ بلا شك الشرارة تنتشر في فرنسا، وبلا شك ستنتشر في أوروبا وستنتشر في أماكن أخرى، هناك علاقات طلابية حول العالم وستنتشر خارج الإطار الطلابي كمان، التضامن مع الحراك الطلابي موجود على أبواب الجامعات التي بدأت تغلق بأعداد كبيرة، وبلا شك يجب أن يؤثر هذا في القرار السياسي. يعني للأسف في فرنسا حتى الأحزاب اليسار التقليدية هي أحزاب تحت مظلة الإمبريالية، هي أحزاب على يسار الإمبريالية، هي تقبل بإسرائيل وقد تدين بعض أنشطتها، قد تدين الهمجية وتخشى من استخدام لفظ الإبادة. هذا الحراك الطلابي سيرفع سقف المطالبات وسقف الخطاب السياسي بدءا بأحزاب اليسار وصولا إلى وسط وإلى مركز القرار. هذا التغير هو تغير هيكلي في الغرب نتيجة المعاناة، نتيجة الصمود، نتيجة المقاومة الملهمة في غزة. بلا شك التغيير هيكلي، وبلا شك التغيير عميق، وبلا شك التغيير في إدراك ما هي إسرائيل وفي إدراك ونزع الشرعية عنها بشكل كامل. يعني مرة ثانية حتى الخطاب في الشارع عم ينتقل من السلام في فلسطين، ينتقل من حل الدولتين إلى أنه لا أمل بدون القضاء على المشروع الصهيوني، لا أمل وإسرائيل هكذا لمدة 75 عاما، لا أمل واستمرار هذه الهمجية وهذه العنصرية. يعني في نزع كامل لشرعية إسرائيل من قلب الناس، وهذا يأتي تدريجيا وينمو قاعديا إلى فوق. نعم، شكرا جزيلا لك السيد رامي شعث المحلل السياسي ضيفنا من باريس على المشاركة معنا، وما أشرت إليه غاية في الأهمية، ونحن نتابع هذه التغطية في المواكبة لهذه التحركات الاحتجاجية الطلابية، أن في الجامعات نرى ضربا للسردية التي عممت حول إسرائيل وموقع إسرائيل، لا سيما على مستوى ما كان يمول من المانحين والداعمين للجامعات. هناك برنامج اسمه برنامج القادة، ذلك دفع عليه ملايين الدولارات من مستثمرين وداعمين لإسرائيل في تلك الجامعات لتخريج نخب سياسية وقادة سياسيين يدعمون إسرائيل. هنا سنشرك من جديد زميلنا قاسم عز الدين في المواكبة إذا كان هناك أي جديد بالنسبة للتحركات في فرنسا. وأشرت لموضوع عيد العمال، هل يمكن أن يشكل تحولا بالنسبة للتحركات، لا سيما تلك التي تطالب وتدعم القضية الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق نار بغزة؟ يعني هو هذا بداية التحضير، بدأت الأسبوع الماضي بهذا الاتجاه، وهناك تحول على الصعيد السياسي. يعني هناك بعض الجمعيات التي كانت في بداية الأحداث بسبعة أكتوبر تتخذ موقفا محاذرا من سبعة أكتوبر، وذهب البعض منها باتهام حماس بارتكاب أعمال إرهابية. هذه الجمعيات أو جلها غيرت موقفها بالفترة الأخيرة وأصبحت تدعو وهي يعني تشترك في حملة سياسية وتحضر باتجاه حملات سياسية لينسجم تماما مع حركة الطلاب في معهد العلوم السياسية والطلاب الذين يتظاهرون في السربون والساحة الجمهورية والبستي وغيرها. يعني هناك تحول سياسي من قوى كانت متخاذلة إلى حد كبير في بداية الأحداث، وهي تطالب اليوم مع الطلاب الذين يتظاهرون وينتفضون ضد فرنسا بالدرجة الأولى، لأن المسألة ليست فقط مسألة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ولكن هي أيضا إبادة جماعية تديرها الولايات المتحدة وتشترك بها
كل الدول الغربية ومن ضمنها فرنسا والاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وبريطانيا. هذا هو الذي يجمع كل هذه القوى لتوجيه ولتصويب الصراع ضد الحكومات المحلية، ضد الحكومات الغربية، أولا بمطالبتها بوقف التزويد بالسلاح، قطع العلاقات بالنسبة لقطع الشراكة، ليس مسألة علاقات، هي شراكة استراتيجية بين هذه الجامعات وجامعات في إسرائيلية تشتغل في مجال الأبحاث والأكاديمية لخدمة الجيش الإسرائيلي وخاصة الطائرات المسيرة وغيرها من البرامج التجسس وغير ذلك. لذلك يعني تطالب هذه القوى بقطع وقف فك الشراكة الاستراتيجية مع الجامعات وعدم تزويد إسرائيل بالسلاح. نعم. وأيضا هو محاسبة إسرائيل واعتبارها ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن لا تكون إسرائيل بعد الآن هذه حمامة السلم. صحيح. وكل من يحاول أن ينتقدها يتهم بمعاداة السامية، وفي فرنسا يتهم أيضا بتشجيع الإرهاب بهذا الاتجاه. نعم. يعني بدأت الحملات لتتجاوز الطلاب الذين يتحركون إلى القوى السياسية التي تدعم الطلاب. اليوم عندما يصرح يدعو جان لوك ميلونشون إلى حماية الطلاب من قمع الشرطة، لأن الشرطة ومحافظة الشرطة هددت بفك الاعتصام. نعم. وأعطت انذار، يعني انذار قوي بأنها مستعدة لفك الاعتصام بالقوة. لذلك جان لوك ميلونشون طالب ودعا أولا أنصاره. نعم. ونوابه للوقوف بين المتظاهرين والشرطة لمنع الشرطة من مهاجمة الطلاب. مسألة الأخرى أن دائما يعني منذ فترة ليست بالقليلة عندما بدأ الترشحات للانتخابات الأوروبية، كل القوى المؤيدة لإسرائيل أو حتى التي تتعاطف مع إسرائيل تعتبر ريما حسن أنها كبش محرقة. اليوم عندما دعت ريما حسن بأن في الدول الديمقراطية ينبغي أن تقوم بانتفاضة ضد الإبادة الجماعية، اتهمت ولم تزال حتى الآن يعني كل خمس دقائق تتوالى الاتهامات من كل الأطراف بأن هذا خطاب غير مسؤول، وبأن وخاصة أن ريما حسن كانت قد طلبت للتحقيق معها بتهمة مدح أو تبجيل. نعم. الإرهاب، تبجيل الإرهاب، وهذه تهمة خطيرة، تهمة جنائية. نعم، نحن نتحدث عن اتهامات خطيرة وكبيرة زميلنا قاسم عز الدين، وفي شهدنا أيضا استجوابات مذلة لمدراء جامعات في الكونغرس الأمريكي، هذا يوسع دائرة علامة الاستفهام والسؤال عن المستقبل. هنا نعود من جديد إليك دكتور سنان شقدي، هل يمكن أن نتطلع إلى أن هذا التحرك الذي وصفته بأنه ثورة طلابية قد يتجه إلى ثورة فكر سياسي تغييري للمستقبل وليس كثورة أو تحركات ميدانية راهنة؟ نعم، سؤال مهم تماما. لأعود للنقطة التي تحدثت عنها، وهي أن ما يحدث في الولايات المتحدة الآن في الجامعات تحديدا هو شأن داخلي أمريكي أكثر من ارتباطه بملف علاقات دبلوماسية خارجية. هناك الآن ربط واضح بين السياسات التي تعتمدها الولايات المتحدة على صعيد سياساتها الخارجية التي تتبنى دعم أنظمة تمارس القتل والعدوان على عدة دول وليس فقط العربية والإسلامية مثل إيران، فلسطين، سوريا، اليمن، العراق، ولكن أيضا دول في أمريكا اللاتينية ودول في آسيا، وأيضا باتجاه الاتحاد السوفيتي روسيا ومجموعة الدول الحليفة له. هذا ربط في السياسات الخارجية الأمريكية العدوانية نفسه هو ما يمارس ضمن سياسات داخلية عدوانية تجاه
الأقليات تتمثل في الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد الأقليات، وإن تابعت ما يحدث في الجامعات العشرات من الطلاب تحدثوا عن قيام الشرطة الأمريكية داخل الجامعات تحديدا باستهداف من هم ليسوا من أصحاب البشرة أو الجلد الأبيض، بل كانوا يستهدفون الطلبة من الأقلية الأفرو أمريكية ومن الأقلية اللاتينية طبعا والفلسطينيين والعرب. أضيف إلى ذلك أن هناك حالة وعي تتشكل وتشكلت الآن، واضح أنها بلغت مرحلة التشكل، أن هذه العصيانات ليست فقط للتضامن مع ما يحدث من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولكنه أيضا سياسة موجهة ضد إسرائيل وسيطرتها وسيطرة لوبياتها على مفاصل القرار في الولايات المتحدة. هناك تغير عميق يحدث على مستوى الشارع حتما في السنوات القادمة، ومهما كانت نتيجة هذه الفعاليات هذا التغير سينعكس على المستويات التشريعية، سينعكس على مستويات الإدارة التنفيذية. ولنعد لحقيقة مهمة أيضا أن هذا ما يحدث في الجامعات الآن سبقه عشرات الإضرابات عن الطعام نفذها الطلاب، عشرات الفعاليات التي نفذتها النقابات وأيضا المؤسسات الأقليات. أضيف لذلك أن ما هو قادم هو أهم كثيرا. الآن النقابات على وشك أن تتحرك لتعلن موقفا واضحا تجاه المطالبة بمقاطعة كل ما له علاقة بهذا الكيان العدواني، خاصة بعدما انفضحت صور الديمقراطية الأمريكية وحريات التعبير أنها حريات تعبير ما دامت لا تتحدث عن إسرائيل أو تتضامن مع الشعب الفلسطيني. نشير إلى العاجل على شاشة الميادين، امتداد احتجاجات الطلاب المساندين للقضية الفلسطينية إلى معهد العلوم السياسية في مدينة بواتيه الفرنسية. إذن امتداد هذه الاحتجاجات للطلاب المساندين للقضية الفلسطينية إلى مدينة بواتيه الفرنسية، إلى معهد العلوم السياسية في مدينة بواتيه الفرنسية، وتوافد المزيد من نواب حزب حركة فرنسا غير الخاضعة إلى معهد العلوم السياسية في باريس لحماية الطلاب من أي عملية قمع وإخلاء. إذن بهذه الصور سنصل إلى ختام هذه الساعة. نشكر كل من كان معنا، دكتور سنان شقديح وزميلنا قاسم عز الدين وزميلنا محمد كريم. مشاهدينا إلى اللقاء.